سخرت المؤسسات الخدمية كافة في البصرة جهدها لتيسير دخول وخروج المواكب الحسينية وإجراء المراسم العزائية عبر مشاركة الآلاف، وأثنى المعزون على الأعمال التطوعية التي أسهمت وبشكل كبير في نشر الشعائر وتأديتها بسلاسة ويسر. يوجد تعاون كبير ما بين مؤسسات الدولة والمواكب الحسينية، كما نرى اليوم كل المؤسسات المعنية بالموضوع متعاونة بموضوع تنظيم الموكب من ناحية القوات الأمنية، من ناحيات دائرة الصحة، الدفاع المدني وباقي الإخوان في مثلا على سبيل المثال دوائر البلدية، الكل متعاون ومتساعد وتم تسهيل المواكب الحسينية. فيما يخص الخدمة، فيما يخص الأمور المقدمة للموكب، يعني أنت قاعد تلاحظ أنه ترتيب تسقيف شارع الجزائر، إضافة إلى المروحات، إضافة إلى الماي اللي موجود، اللي إن شاء الله الله يجعلنا من خدام الحسين نسقي به المعزين، نبعد عنهم ظمأ العطش، نبعد عنهم الحر. موكب بني عامر موكب عريق وقديم في محافظة البصرة، ينتمي إليه جمع غفير من محافظة البصرة وغيرها من العراق وغير العراق، وهذا الموكب يقيم شعائر الحسين عليه السلام خالصة من دون التدخل في شؤون أخرى.